السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب فقه العمران، فصل عمارة المسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع الكرفية اسمه يثبت له فيها بالغدو والآصال. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بني لله مسجدا يتقي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، أو في رواية: بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. أخرج الطبراني عن جابر بن أسامة الجهني قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يريد، قالوا: يخط لقومك مسجدا. فرجعت فإذا قوم القيامة، فقلت: ما لكم؟ قالوا: خط لنا رسول الله عليه وسلم مسجدا وغرز في القبلة خشبة أقامها فيه. وإسناده حسن أو قريب من حسن. وده كان أول عمل الرسول عليه السلام عمله، اللي هو بناء المسجد. وقد جعل أساس المسجد من الحجارة وبعمق 3 أذرع تقريبا، وبنى حيطانه من اللبن، طوب اللبن، وأعمدته من جذوع النخل، وسقفه من الجريد، وطرق وسطه رحبا. وكانت القبلة أول بنائه اتجاه بيت المقدس، وبعد كده اتحولت للكعبة. وكان التطوال الجدراني في بنائه الأول: الجدار من الجنوب إلى الشمال 70 ذراعا، وعرضه من الشرق إلى الغرب 60 ذراعا، أي أن مساحة المسجد 4200 ذراعا. وقد جعل له 3 أبواب: الباب الأول في جنوب المسجد جهة القبلة اليوم، والباب الثاني باب عتكة باب الرحمة من جهة المغرب، والباب الثالث جهة الشرق، ويعرف باب عثمان اللي هو باب جبريل. وحين أمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى الكعبة المشرفة في الصلاة، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا في الجهة الشمالية وأغلق الباب الجنوبي. وكانت أول صلاة الله صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر. بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر سنة 7 هجريا، وكان قد ضاق بالمسجد المصلين المسلمين كتروا، فزاد في مساحة المسجد من جهة الشرق والغرب والشمال ليصبح شكل المسجد مربعة، وطول ضلعه 100 ذراع، والذراع 50 سنتي تقريبا. وعلى المصمم أن يجتهد أن يجعل الصف الأول هو أطول الصفوف، وأن يجعل الباب مقابلا للقبلة ليأخذ أكبر عدد الثواب وتحقق اكتمال الصف الأول فالأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصف الأول على مثل صف الملائكة. في حديث آخر: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى وتراصون في الصف. وقال عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. زمان ما كانش في حاجة اسمها دور تاني للنساء أو النساء لهم غرفة مستقلة، لأ، كان في جزء مخصص في آخر المسجد للسيدات ورا. ويجعل أبواب فرعية على جانبي المسجد إن أمكن. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وجعل 3 أبواب: باب في المخرة إلى جهة القبلة اليوم، وباب عتكة الذي يدعى باب عتكة ويقال له باب الرحمة، والباب الذي كان يدخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وباب آل عثمان اليوم أي المعروف اليوم باب جبريل. وهذان البابان لم يغيرا بعد صرف القبلة، ولما صرفت سد الباب الذي كان خلفه، فتح هذا الباب حذائي أي في محاذاة المسدود خلف المسجد أي اتجاهه، كما قال المسجد: كان المسجد له 3 أبواب، باب خلفه وباب عن يمين المصلي وباب عن يسار المصلي. احنا في عادة المسجد بيبقى في الخلف، فتلاقي الواحد واقف منتظر ان الصف اللي وراه كلها هتخلص، ممكن يكون هو جه من اول ركعة وبعد كده يستنى لحد ما الناس تصلي ال4 ركعات. فكان في باب عن يمين وعن الشمال بحيث اللي خلص عايز يخرج يقدر، وان يكون الحمام لو باب من خارج المسجد. دي مهم اقدر واحد مثلا مش مسلم ومتحرج ان هو يدخل المسجد، ويجوز له ان هو يدخل المسجد، ويجوز له ان هو يصلي الصلاه بتاعته في قلب المسجد، ما تشوفش كده خالص. ان يكون الحمام له باب من خارج المسجد، ومكان الوضوء يكون مخصص عن المراحيض، وان يكون به ارشادات لكيفيه الوضوء ودعاء الدخول والخروج والوضوء. والافضل الوضوء في المسجد: من طهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احدها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه.
رواه مسلم. والعمل على تقليل الأعمدة لوصل الصفوف والإمكانية رؤية الإمام. قرر صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحذر المناك وسد الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تزروا فرجات الشيطان، ما تسيبوش أماكن بينكم. ومن وصل صفا وصل الله وقطع صفا قطع الله، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويجوز استخدام الوسائل الحديثة في الإضاءة والتكييف والميكروفون لتوصيل الصوت. لحديث تميم إن تميم أنار المسجد بمصابيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم له دعا له إن الله ينير له كما نور مسجده، مع الاعتماد الأساسي على الإضاءة والتكييف وانتقال الصوت الطبيعي. يذكر الأثري الفرنسي الراحل جاستون نويت أن الخطة العامة للمساجد جاءت متماشية تماما مع وضوح العقيدة الإسلامية وسط القناة وخلوها تماما من الأسرار ومن أي نوع من التعقيد في طقوس العبادات. فالمسجد يجب أن يكون بسيطا غير مغلق فيه زخرفتين بحيث تشغل المصلين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار لكم، كما في صحيح الجامع الصغير الألباني. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأهم عناصر تصميم المسجد: المأذنة، المحراب، الرحبة، جدار القبلة، الصحن المكشوف، الأروقة المسقوفة، المنبر. المحراب ذكر في القرآن: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. والأداة كنبوء الخصم إذ تصوروا المحراب، فهو الموضع الذي يصلي فيه الإمام إذا ذاق المسجد، والذي يوضع فيه المنبر، وكان المنبر صلى الله عليه وسلم موضوعا في محراب، وكان يكتب عليه ولو 3 درجات، وصلى مرة على الدرجة الأولى ليسمع الناس القراءة، وإذا أراد السجود نزل وسجد في المحراب. فهؤلاء الذين أنكروا هذه السنة واعتقدوا بدعة وحدث خير لهم محارب الكنائس، وظنوا أنها مثلى لمحاريب المساجد. وقد نص العلماء على أن القبلة هي متحدثة تلك المحاريب، وذكروا أن المسافر إذا وجد محاريب إسلامية في البرية عمل بها في تحديد القبلة. من ضمن أفكار المحراب إن ما تقطعش الصف الأول، أو هو ما ياخدش الصف الأول كله لوحده، لأن الإمام المفروض بيكون متقدم عن المصلين. لو في أكتر مصلين بيبقوا وراه، فلو هو ممكن كده ياخد صف لوحده فهو بيتقدم عنهم، وتبقى فيه مثلا مكان مخصص ليه. صورة اللجنة الدائمة السعودية: هذا السؤال، المحراب في المسجد هل كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لماذا المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة الثلاثة الأولى وما بعدها؟ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز: هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟ قال: ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا. وفي فوائد، فإنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة، يستفيد منه الناس في مرتبة القبلة، قد يحتاج إليه في زيادة الصف دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس بدعة وفيه فوائد طيبة. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا امرأة من الأنصار قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لنا أعوادا أجلس عليهن، إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. هو الأول كان بيصلي على جذع نخلة، فبعد كده في واحدة من الأنصار خلت الغلام بتاعها يعمل منبر من 3 درجات. وقال الشيخ صالح الفوزان بارك الله فيه: وجود المحاريب ليست بدعة كما يقول بعض الناس، لأنها موجودة من العصور الأولى عند المسلمين، ولا تعرف القبلة إلا بها، فهي من عمل المسلمين جيلا بعد جيل، ففيها مصلحة عظيمة وليست من البدع، ولكن المبالغة والتكلف في عمل المحاريب هذا هو الذي لا يجوز. أما وجود محراب يسير بيدل على القبلة من غير مبالغة في بنائه أو نقوش تجعل فيه، فلا بأس والمصلحة تقتضي وجوده. وقال أيضا: واتخاذ المحاريب في المساجد هذا عليه المسلمين من قديم الزمان، فلا بأس به، لأن به تعرف القبلة. المنبر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجذع إذا كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم المنبر، مر الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع فار حتى تصدع وانشق. فأنزل صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسح بيده حتى سكن، ثم رجع للمنبر، وكان إذا صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع ابن أبي بن كعب، أبي بن كعب، وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاته.
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سفينة بني ساعدة، وكانت بيع العام على المنبر. عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر يقول لأبو بكر يومئذ: اصعد المنبر، فلم ينزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. المنارة. عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على بيتي ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: سمع أذن. قالت: والله ما لم تفترقها ليلة واحدة، يعني هذه الكلمات. رواه أبي داود وابن سعد نحوه فيه. فكان بلال يؤذن فقام من أول ما أذن إلى أن بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. الشاهد: الأذان من مكان مرتفع. عن هشام بن أبيه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة. وعن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله.